مرحبا بكم على قناتي موزايك بودكاست. قرأنا في الحلقات السابقة رواية الغريب للكاتب الفرنسي ألبير كامو. اليوم سنحلل شخصية البطل الغريبة والمثيرة للانتباه. بطل القصة اسمه مورسون. هذا الاسم يمكن أن نقسمه إلى قسمين: مور، والذي يعني في اللغة الفرنسية موت، مور، والسو، مورسو، جزء من كلمة الشمس سولي في اللغة الفرنسية. إذن جزء من كلمة الشمس، وهذان المعنيان يلخصان الرواية فعلا: الموت والشمس. فهو بتأثير الشمس على رأسه وجلده ارتكب جريمة قتل. هذه مجرد ملاحظة. تبدأ الرواية بأن يتلقى البطل نبأ وفاة أمه ويحضر الجنازة. هذا هو المشهد الذي بدأت به الرواية. ولا يعلم مورسو أنه هو في جنازة والدته، حيث يبدي برودا غير طبيعي. بعد أيام قليلة سيسجن، بعد شهور هو أيضا سيموت ويلحق بأمه التي يحضر الآن جنازتها. قبر يزور قبر. إذن تبدأ الرواية بمشهد موت وتنتهي بمشهد موت. الموت يحكم هذه الرواية من أولها إلى آخرها، وهذا ما يفسر نظرية العبثية لدى كامو، عبثية الحياة كلها. كلنا محكوم علينا بالموت، كما قال كامو على لسان بطله مورسو. قبل أن نبدأ في تحليل هذه الشخصية، أريد أن أنوه إلى موضوع آثار انتباهي واستغرابي. فأحداث هذه الرواية تحدث إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر، ورغم ذلك كان القضاء الفرنسي عادلا ولم يهتم بأن يكون القاتل فرنسيا والمقتول عربي، يعني جزائري، ولم يهتم أبدا بالموضوع بأنها مجرد دولة مستعمرة والعرب هناك مجرد نكرة كما أي مستعمر يرى المستعمرين. وإنما لا، بالعكس، لقد حرص القضاء على أن يلحق عقوبة الإعدام بقاتل رجل جزائري. استغربت الموضوع، لأن أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر كان الجزائريون في السجون الفرنسية يعانون من ويلات التعذيب والإعدامات التعسفية بالمقصلة. فإذا كانت مثل هذه المحاكم شائعة آنذاك ويقضي القضاء الفرنسي بالعدل فيها، ربما هناك سبب واحد يفسر هذا. كيف كان الاستعمار الفرنسي والجنود يقتلون الجزائريين، خاصة المناضلين، وخاصة في السجون، وهذا القضاء كان عادلا في القضية بين فرنسي وجزائري؟ لا سيما أن الكاتب الذي كتب الرواية ولد في الجزائر ويعرف الجزائر، وكان مناصرا للثورة الجزائرية وضد الاستعمار. يعني يعلم ما الذي يحدث فيها، بعيدا طبعا عن رمزية المحكمة والقضاء في هذه الرواية التي سنتطرق لها فيما بعد. ربما هناك تفسير واحد مثل ما قلت، هو أن المجتمع المدني لم يكن يعلم بما يحدث في السجون الفرنسية أو ما يحدث للمناضلين، نظرا للتعتيم الإعلامي طبعا الذي كان آنذاك، إذ شنت حرب إعلامية وتعتيم إعلامي. ربما لهذا السبب المجتمع المدني لم يكن يعلم بما يحدث، وكانت المحاكم المدنية عادلة. ولما كانت تقوم المنظمات الإنسانية والحقوقية والمنظمات المناهضة للاستعمار بالنبش عن دلائل لتعسف المستعمر وجوره، كان الاستعمار الفرنسيا في ذلك. ربما هذا ما حدث آنذاك. إذن هذا مجرد قوس فتحته وأغلقه الآن، ونعود إلى بطلنا. بطلنا شخص لا مبالي، عنده لا مبالاة قاتلة. ليست لديه مشاعر وليست لديه عواطف. كان في جنازة والدته كأنه في جنازة شخص غريب، لأنه ليس لديه أي ارتباط عاطفي حتى مع والدته. الشخص المفروض يكون قريب من أي إنسان، الأم، وهو كان يناديها للتأكيد على أن أمه لا تعني له شيئا، بالوالدة وليس أمي. الفرق بين هاتين الكلمتين يظهر جليا في اللغة الفرنسية، الفرق بين مامير ومامون. لقد جاء في الرواية الفرنسية مامير لمعنى أن هناك انفصال عاطفي،
أن الابن بعيد عن الأم مشاعرياً وعاطفياً عكس مامون أمي. هذا يعني أن الأم قريبة عاطفياً من الابن، والابن يحب أمه. إذا لم يبدي أي تأثر لوفاة والدتي، لم يشأ أن يلقي نظرة أخيرة عليها ويودعها ويقبل جبينها كما يفعل الناس العاديين، وشعر بالضجر وكان يريد أن تنتهي الجنازة سريعاً لكي يعود إلى حياته الروتينية. كم كان سعيداً لما دخل الباص مدينة الجزائر عائداً من الجنازة، كأن حملاً ثقيلاً انزاح عن صدره، وهو أصلاً وضع والدته في مأوى المسنين، وكان يزورها في البداية في أيام الأحد، ثم وجد أن أيام أحاده تذهب سدىً وتضيع بدون متعة، إذ يقضيها لدى والدته في المأوى، وليس لديه يوم آخر للإجازة. لهذا السبب لم يعد يذهب لزيارة والدته، وهكذا قضى عدة سنوات لم يرى فيها هذه الأخيرة، ولم يزورها، لم يسأل عن أحوالها أيضا. وعندما توفيت ذهب كما يذهب إلى واجب عليه القيام به. لهذا قلنا بأنه ليست لديه أي مشاعر، أحاسيسه ميتة بسبب البرود الذي أبداه في الجنازة. وأيضا دليل آخر على أنه ليست لديه مشاعر ما قاله عن ماري التي ما عادت رسائلها تصله: لربما تكون مريضة أو ميتة، وميتة هي لا تهمني. يعني لم يكن لديه أي مشاعر ناحية ماري، ناهيك عن مشاعر عميقة كالحب. هو صارحها بأنه لا يحبها، هذا مفروغ منه، ولكن ولا أي مشاعر هناك، لا شيء. فحتى لو تموت ماري عادي بالنسبة له، سيبدي نفس الولود ميتة ما كانت لتهمني. حتى عندما قال مدعي العام عشيقته، لم يفهم هذا هي بالنسبة له ماري فقط، تقريبا لا شيء. حتى الاتهامات الثقيلة التي انهالت عليه من المدعي العام لم يكن يفهمها أبدا، ولم يندم على أي شيء. أن يقتل شخصا بريئا لا تربطه به أي علاقة عادي، لا يستدعي الندم. أن يبدأ علاقة غداة وفاة والدته ويستمتع بفيلم مضحك في السينما أيضا عادي جدا. رجل يعيش بمحاذاة المشاعر والمبادئ، هو في رواق الأشياء الأخرى في الرواق المقابل، لا يمكن أن يلتقيا أبدا. قد قرأنا في الرياضيات الخطان متوازيان لا يلتقيان أبدا، أليس كذلك؟ وحتى أنه لم يدافع عن نفسه، كان لا يكذب، حتى من أنه يكذب لا يعرف الكذب، يقول كل شيء، كل شيء موجود يقوله، لا يحور الأشياء ولا يغير الحقائق. لا يفهم لماذا كل الذي حصل هو ذنب، لا يعرف بأن هذا أصلا الذي حصل ذنب من الذنوب التي يستدعي العقاب عليها أو أن يؤاخذه أحد عليها. إذن ليست لديه مشاعر، لديه مرض لا مبالاة وعدم الحساسية. هذا راجع أكيد إلى خلل في الشخصية، البرود القاتل. ليس لديه أيضا الضمير، الضمير الذي يميز بين الصالح والطالح، بين الصح والخطأ. عرف نوايا رايمون السيئة إلا أنه كتب الرسالة مع ذلك، كان شريكا متواطئا ولم يتدخل عندما اعتدى رايمون على عشيقته، بقي متفرجا. ولم يدي أي تعاطف مع كلب الشيخ سلامانو عندما كان يوبخه ويسيء إليه، ليس لديه تعاطف، هذا أثبته في عدة مواقف. لقد أذى بشكل أو بآخر أشخاص لا يعرفهم حتى مجرد المعرفة، وهو أبدا لا مبالاة أيضا إزاء الزيادة التي قدمها له مديره وعرضه المغري. بدا لمديره أنه بلا طموح، ولكن هو شخص لا تثير انتباهه الأشياء المهمة، بل أشياءه المادية والغريزية وحدها من يفعل. ففي غياب أي ارتباطات عاطفية أو مشاعر أو التعاطي مع الأشياء بالأحاسيس، كان يفسر الأشياء والظواهر من احتكاكه الجسدي المباشر معها، يختبر الأشياء من خلال الجسد وليس الروح. كما قال هو نفسه: لقد قتلت العربي بسبب الشمس، الشمس هي السبب، هي التي أثرت على رأسه، هي التي جعلت التفكير يتوقف. وهو بنفسه قال لمحاميه: حاجات مادية تؤثر جدا عليه. قد وصفه محامي الادعاء قائلا: هو شخص بلا روح. ونلاحظ أن مورسو أيضا قدرته على التحليل والتعبير والمناقشة تطورت في آخر الرواية، ظهر ذلك في حواره مع الكاهن الذي استطاع أن يستفزه ويثير غضبه، ما دفعه إلى التعبير عما بداخله، عن رفضه وعن أشياء كثيرة. الرجل الذي لم يحصل أن غضب
أو استاء أو استطاع أن يستفزه أحد، يغضب ويعبر في الأخير عن نفسه ويواجه الموت وجها لوجه لأنه ذاق ذرعا بالكاهن الذي قذفه إلى أقصى حدوده. هذا ما جعله يفكر في حياته وما عاشه فيها. رفض مورس طويلا رؤية الكاهن، رفض أن يرى ما يشجعه الكاهن على رؤيته، ما وراء الواقع الملموس البسيط، ثم رفض قبلة الكاهن. يصر الكاهن على أن يكون قريبا من مورسو حتى أنه يريد أن يقبله، ويرفض مورسو بركة هذا الكاهن. هذا يعني أنه يرفض المعتقد الديني كملاذ لطمأنة نفسه تجاه الموت القادم. يقينه الوحيد أن الحياة يجب أن تنتهي يوما ما، وبعدما يفرغ كل ذلك الغضب والضغط يجد السلام وبمساعدة الكاهن أيضا بشكل ساخر. قد جاء الكاهن ليساعده لكي يرى الرب لتطمئن نفسه ويتقبل الموت. الكاهن فشل في كل ذلك، ولكنه ساعده بشكل آخر لأنه أخرجه عن صوابه، فوجد الطمأنينة والسعادة التي طالما أحس بها بسبب أنه لا مبال، فلا شيء يثير حزنه ولا شيء يثير تعاسته ولا شيء يمس سعادته، سعادته المنيعة. فهل علي أن أقول لكم كونوا لا مبالين؟ أجل، عليكم أن تكونوا لا مبالين. عدم المبالاة التام مثل كثرة الاهتمام هما الاثنان سيئان. نحن نحتاج إلى جرعة من اللامبالاة في حياتنا، أن ننقص من الاهتمام. فمثلما مورسو مصاب بمرض اللامبالاة، نحن نعاني من حدة المبالاة، الاهتمام المفرط. الاهتمام المفرط هو الذي يجعلنا نتعلق بالأشخاص والأحداث ويجعلنا نعاني. الاهتمام المفرط يورث القلق، مرض العصر، والارتباك من أحداث الماضي والخوف من المستقبل، لأننا نعمل تفكيرنا في كل شيء ونهتم بكل شيء مهما كان صغيرا مهما كان تافها. جرعة من اللامبالاة لا تضر بالصحة، بل هي مفيدة جدا لصحتنا النفسية. رأيتم أن مورسو على النقيض تماما، بارد أمام الأشياء التي لا يمكن أبدا أن تكون باردا أمامها. لهذا نقول يجب دائما موازنة المشاعر، لا إفراط ولا تفريط. إلا أنه بلا مبالاته التامة والقاتلة استطاع أن يكون سعيدا، وهو حر استطاع أن يكون سعيدا، وهو مسجون استطاع أن يكون سعيدا، وهو محكوم عليه بالإعدام استطاع أن يكون سعيدا. ونحن إذ نقرأ رواية الغريب أو نستمع إليها، نشعر بأننا بحاجة إلى جرعة لا مبالاة في حياتنا لنكون سعداء. لقد سرد المدعي العام جريمة مورسو بتسلسل منطقي أعاده مورسو بنفسه في الجزء الأخير، وهو مقتنع بمنطقية ذلك التسلسل الغريب، تسلسل يجعل من مورسو مجرم وقاتل عن سابق إصرار وترصد. لكن المدعي لا يعلم أن جريمة مورسو ببساطة هي اللامبالاة أمام أي شيء وكل شيء إلا سعاداته الصغيرة الجسدية الآنية والمؤقتة، وأيضا تعاساته الصغيرة الجسدية الآنية والمؤقتة. فهو سعيد على طول الخط، ما لم تتدخل شمس بلفحها الحارق تعكر مزاجه وصفو يومه. ومهما حدث، هذا فقط ما يهم وما يؤثر في مجرى الأمور، وبطريقة مأساوية وبطريقة لا يفهمها حتى هو. لماذا هي مأساوية؟ ولماذا تسمى مأساوية؟ فحين تغيب الشمس ويغيب ألمها، كل شيء سيان، حتى وإن قتل رجلا عادي لا يهم. وهذه هي جريمة مورسو. مثلما قال المدعي أن مورسو لا يفهم أبسط قواعد المجتمع، ولا يستطيع أن يعيش في مجتمع لا يعرف قواعده، وهذا صحيح جدا. كان لقاء مورسو برايمون من الأول غير جيد، ينذر بالشؤم. ولو كان شخصا لديه التمييز الذي تحدثنا عنه آنفا بين الصالح وغيره والجيد وغيره، لعلم أن شخصية رايمون ليست سوية. لا، هو ليس لديه هذا التمييز. كتب رسالة مشكوك فيها لاستدراج عشيقة رايمون والانتقام منها، وجعل منه صديقه ويقضي أوقاته معه. أكيد شخصية كرايمون لن يأتيك منها إلا المتاعب والمشاكل، لأنه هو مثير للمشاكل، وتواجدك معه يقحمك في هذه المشاكل.
وصديقنا موسو لا يميز هذا الشيء، فاعتبره المدعي العام لأنه لا يعلم أن شخصيته ليست لديها ملكة التمييز وليس لديها الضمير الذي يعرفك بالمبادئ، لأنه لا يعلم هذا. فالسبب الثاني والوحيد الذي يجعل مورسو يصادق رايمون هو أنه مثله، شخص سيء. لهذا أصر أن يسأله هل هو صديقك؟ قال له نعم، وهو أصلا لا يعلم ما معنى الصداقة. شخص بالكاد تعرفه يجعلك تفعل أشياء فظيعة. وهناك رمزية في الرواية لابد من ذكرها أخيرا، يمكننا أن نرى في مقتل العربي بعدا تاريخيا. الجزائر مستعمرة فرنسية بالفعل، ويعاني الجزائريون بطريقة معينة من الوجود القمعي للمستعمر. وهكذا عندما وصل مورسو كان العربي قد استقر بالفعل في الظل البارد. مورسو بسبب لهيب الشمس الذي كان لا يطاق كان يحلم بالنبع البارد والظل الذي سبقه إليه العربي. لذلك هناك صراع بين شخصين يحلمان بنفس المساحة، كما حلمت فرنسا بالجزائر وقت الاستعمار. وهكذا عندما وصل مورسو الوافد الجديد يقتل بكل المسؤولية صاحب الأرض، صاحب المكان الذي سبقه إليه، مهما كان سلبيا وبريئا، حيث قتل المستعمر المستعمر. وهكذا كان العربي مستلقيا ومسلحا بسكين، يعني وضعية سلبية لا ينوي أن يعتدي على أحد، ومسلحا بسكين بدافع التقليد. العرب يحملون السكين، شيء تقليدي. كان الفرنسي واقفا ومسلحا بمسدس، هيمنة ووضعية الواقفة عكس الوضعية المستلقية. والمسدس يدل على الحداثة، وحمله ليس من باب التقليد، وإنما وجوده يوحي بالخطر والاستعداد لاعتداء ما. يصم وصف المشهد بالشكل المتباين للتفاوت نفسه، أحدهما مستلقي سلبي والآخر واقف مهيمن، واحد مسلح بسكين تقليدي بينما الآخر يحمل مسدسا، أداة توحي بالخطر. ويقتل فعلا الوافد الجديد صاحب المكان. وقال مورسو أنه دمر توازن النهار، إنه يدمر توازن الكون، اعتداء دولة على دولة أخرى. إنه الإحساس الدفين بالذنب والخطأ لدى المستعمر، حتى وإن رفض الاعتراف بذلك ورفض الاعتذار، مثلما رفضت فرنسا الاعتذار عن استعمار الجزائر وعن مجازرها. والمحكمة هي محكمة التاريخ التي لا ترحم المستعمر ولا تطوي صفحة الجرائم المرتكبة، وتكون نهاية الاستعمار الموت، يعني النهاية كما تنبأ لها كاميو وقد كتب هذه الرواية في سنة 1942. هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هذه، أرجو أن يكون هذا التحليل قد نال إعجابكم. إذا كان كذلك وهناك نقاط أخرى تريدون إثراءها، أرجو أن تخبروني في التعليق. وفي الحلقة القادمة ستكون هناك قصة حقيقية واقعية من القصص الغريبة المرعبة التي ليس لها تفسير. إلى ذلكم الموعد، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.